بالنسبه لهذا الارتفاع اللي تيشهدوا دابا السوق ديال الذهب راجع لعده عوامل. اولا التاثير ديال السوق الخارجيه، لان دابا السوق الداخلي مرتبط بزاف بالاسواق الخارجيه، ودابا الذهب ولا تيعرف واحد الطلب كثير من فهمتيني من الدول العظمى مثلا كالصين امريكا باش يحاولوا يجمعوا ما امكن من الاحتياطي ديال الذهب، وهذا التهافت على الذهب في الاسواق الخارجيه هو اللي اثر على السوق الداخلي، هو اللي كان واحد السبب رئيسي في الارتفاع ديال القيمه ديال الذهب. وهذا الارتفاع ما عمرنا كنا تخيلوا انه غادي يوصل لهذا الثمن، لانه شحال هذه كان داير تقريبا بالنسبه للموديلات الجداد تيبداو من 600 درهم، دابا ولا دابا واصل تقريبا 700 درهم 800 درهم على حساب الموديل وعلى حساب الخدمه. والذهب ديال دابا ما بقاش كما الذهب ديال شحال هذه، لان الذهب ديال شحال هذه كان معروف يعني الزينه وخزينه، دابا ولا قسموها، دابا ولا ديال يعني اللي موديل ديال الزينه بوحدهم والموديل عاوتاني ديال الخزينه بوحدو. يعني الانسان اللي تيبغي يستثمر وينفيستي ويخبي فلوسو في الذهب كاينين موديلات خاصين، اما بالنسبه للموديلات اللي دابا رايجين في السوق وداكشي الاغلبيه ديالهم تيتخادو، يعني انسان تياخذهم ما تيديرش في باله انه غادي يخبي فيهم الفلوس، لانه تياخذ اشياء يعني حتى في الميزان تيكون ميزان خفيف، يعني شي حاجه اللي تتكون يعني باغي يلبسها باش يتزين بها. بالنسبه اي حاجه كترتفع في اي ميدان ماشي غير الذهب ضروري كتكون مواطن عادي كتنقص، بحال دابا انت غتشري مثلا 10000 درهم ما غتبقاش تشري 10000 درهم، غتشري 5000 درهم ولا 4000 درهم، اي حاجه كتغلى ضروري الانسان كيهرب منها الناس. وكذلك حتى حنايا في الذهب إيه بزاف دابا الناس كلشي سوشيال ميديا كلشي دابا كيهضر على الذهب طالع طالع طالع، طبيعة الحال حنا كنقول حنا الحريفي هو اللي كياكل الدق، البيع والشراء ديما كتقل عندنا والركود كيكون عندنا الركود ما كتكونش. لا بالنسبه بيع وشراء اللي كيبيع ويشري معنا كيقول لك الذهب طالع ما كيبغيش يبيع لك، لا المواطن اللي باغي يشري حتى هو كيقول لك الذهب طالع نتسناه تيهبط، اذا تيكون واحد الركود اقتصادي كتوقف عندنا بمحل كليك ما نقولوا حنا كتوقف الوقت عندنا. اسباب ديال هذا الشيء بزاف ديال الاسباب كاينه، حنا بالنسبه للشيء اللي كنشوفوا عند محللين اقتصاديين اللي كنتبعوا، اول حاجه كاينه هو التضخم اللي كاينه في العالم، وكاين البنوك المركزيه اللي كتشري بزاف ديال الذهب في العالم، اذا في لابورس دابا راه 1600 وشي حاجه اللي دايره اليوم، وكيكون التوقعات بان غادي يوصل 3000 دولار اللوقيه، اذا توقعات بان غادي يتزاد مازال. هذا الشيء كاين في العالم في تضخم، الناس ما بقاش كتثق في الفلوس بزاف، دابا الناس كيبغيو يستثمروا الفلوس ديالهم كيبغي يامنهم، فين غيامنهم؟ كاين في الذهب. اذا العالم كله ماشي غير المغرب، هنا في اي بلاصه في العالم فين ما مشيتي مواطن عادي دابا في الصين راه كان لك قالوا لي دابا ممكن مواطن صيني يشري غرام ديال الذهب، عنده الحق يشري غرام ديال الذهب. اذا الناس مواطنين لو كيستثمروا كيحطوا فلوسهم في الذهب، هذا هو العوامل اللي خلاو هذا الشيء يطلع في العالم ماشي غير في المغرب. دابا المشكله عندنا حنا الذهب هو كماليات ماشي الضروريات، اذا هذا المواطن حنا عندنا في المغرب خاصو ياكل ويشرب ويلبس ويقري الوليدات ويقري الصالير ديالو ما تيقدوش، اذا اش خصو مسكين؟ اذا الى صيد شي بركه عادي يفكر يشري الذهب. انت دابا من راسك تبدا سولتك نقول لك واش غتفكر تشري في الذهب، تقول لي غير كنضرب غير مع الزمان، كما كنقولوا حنايا كضرب مع الزمان غير تفكر، الا بعض الناس اللي كيوفروا شي شويه كيمشي يفرح المراه اللي غيتزوج، مسكين اللي غادي يتزوج ضروري خصو يشري الكولي خصو يشري مارياج خاصو هذاك اوبليشي، اللي عنده مثلا شي كادو خصو يشري للمراه يفرحها ضروري خصو هذاك بحال اوبليجي عليه، اما غير يكون عندك الفلوس تشيط باش تشري صعيب عند المواطن العادي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.